في جمل شهيرة هتفضل في النادي الأهلي، جمل دمك ساعة وترد عليها. طبعا كواليس رحيل رمضان صبحي، أحمد فتحي وتجديد أحمد فتحي، حسام عاشور، شريف إكرامي، الكواليس دي خاصة إنها كانت فترة ممكن يهتز فيها النادي الأهلي. لكن النهاردة الكابتن أمير توفيق تمسك بمبادئ النادي الأهلي وردود النادي الأهلي علشان يبقي دايما النادي الأهلي فوق الجميع. بص، ممكن نتكلم فكرة شريف وحسام عاشور وفتحي، ممكن نتكلم عنهم. الناس دي قدمت حاجة للنادي الأهلي، قدموا تاريخ للنادي، حتى لو احنا عندنا مشاكل معاهم، مش كأمير، ممكن في طريقة المشيان او حصل حاجات زعل من الجمهور او حاجة، بس في الاخر لازم نعترف الناس دي قدمت حاجة للنادي، لعبوا سنين طويلة في سنين النادي وخدوا بطولات. رمضان مش فارق معايا اتكلم عليه بصراحة، لعيب راح مكان تاني ما قدرش اللي احنا قدمناه له. ففكره ساعته ده عليا مش هي طلعت ترند وكل حاجه، بس دي حاجه والله ما تبسطنيش، فاهمني؟ ان انت النهارده تكون قدمت كل حاجه لشخص معين وعملت له كل حاجه عشان يكون مقدر قيمه المكان اللي هو فيه، وفي الاخر يكون ده رد الفعل. فمش فارق معايا الكلام عليه بصراحه خالص، فخلاص يعني مش. طب وليد سليمان، وليد سليمان التفاوض معاه ما اخدش اكتر من 30 دقيقه. لا، وليد كان سهل جدا. يعني بص، انا فكره تجديد، انا اول مرة اقعد تجديد او اتولى المسؤولية دي كان الفترة شهر 3 اللي هو ده. كان كابتن خطيب قال لي هقعد مع اللجنة، كان وقتها اللجنة بتبلغ حسام عاشور وشريف إكرامي ان هو خلاص. يعني الشريف كان قبلها، كان شريف طلع قبلها بشهر قال ان هو عايز يلعب في مكان تاني. فاللجنة طبعا شكرته جدا وقالت له شريف يعني ربنا يوفقك في الحتة اللي هتروحها. نفس الكلام لعاشور، اللجنة شافت ان هو فنيا ممكن يكون مش موجود. فانا ما كانش ليا دور قوي في الحتتين دول، كان ليا دور اكتر في وليد وفتحي. وليد كان عايز يكون موجود معانا وكان مقدر جدا، اتفقنا على ارقام وخلاص وخلصنا كل حاجة. فتحي هو نفسه حتى كان حد من بيراميدز، هاني سعيد غالبا، كان طلع اتكلم ان هم قبلها كانوا كلموا معاه والامور كانت يعني كانت شبه خلصانه يعني. لكن فتحي فنيا قدم معانا موسم كويس، نهى بشكل كويس فنيا، فيعني ربنا يوفق. وهتبقى كلمه الكابتن محمود الخطيب كانت مع الاستاذ يعقوب الساعتي، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم.